تصيح يا عباس وين الوعد يا ظنوة علي، تصيح يا عباس وين الوعد يا ظنوة علي، من المدينة الكربلة من تلتباري محملي، يوم ما مشى أنا قلت قومي وتخيرتك ولي، بذمتك عباس ما تنغض ترى الحادي حدا، ويلي بعد حزين تدري بحال زينب والحرم، يوم صاح الرجس وجو النار ونحرق هالخيام، سويت للفضاء فرت تنادي وينكم يغلي الشيام، مروع وما حد يرد جواب غير الصدى، عباس ما أنا من المدينة بذمتك جيت، لأجلك ولأجل حسين عفت الوطن والبيت، واشوف جيت الكربلة ومني تبريت، بعت السغم مني وبليتوني بهالعيا. رد عليها يقول ملا عطية، اتعتبين وانا على الشريعة مقطعيني، لو تنظرين الحال يا اختي تعذريني، لكن اش عذرك ماشي وما تجغزيني، شيلين عني ولا تشيليني بشيا، تعتبين يا زينب علي انا وين راسي وين ايدي، قالت انا نخيت اخوتي وما جاوبوني، وزجري وخول اللي باروني بوداعة الله مشيت عنك، خويا وما شبعت وداع منك، ولكن الأمر لله.